أحبابي طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا بيكم في فيديو جديد. معكم مس صفية مجدي على قناة مستر أيمن بدر لتعليم اللغة الإنجليزية. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد، وكمان ما تنسوش تتفرجوا على فيديوهات الجرامر اللي بعملها معاكم مستر أيمن بدر، تسمعوا الكلمات وأي دروس فاتتكم. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض test 4, 5 and 6. تعال الأول نبدأ بـ test 4. Number 1. Being able to adapt to different situations is one of the today's life skills. أن تكون قادرا على التأقلم أو التكيف مع المواقف المختلفة هو واحد من fictional خيالي، extra إضافي، additional إضافي، basic أساسي. الإجابة الصحيحة هي دي basic، هو واحد من مهارات الحياة الأساسية. 2. Within less than an hour, the fire had space to the fuel stores. في خلال أو في غضون أقل من ساعة النار كانت published نشرة، spread انتشرة، printed طبعة، sprayed رشة. الإجابة الصحيحة هي B spread، كانت انتشرت لمخازن الوقود. 3. All airports have special machines to space passengers bag. كل المطارات تمتلك آلات خاصة لي. scan يمسح، skim يتصفح، expect يتوقع، state دولة. الإجابة الصحيحة هي A scan، لتمسح أو تقوم بعمل مسح ضوئي لحقائب المسافرين. 4. A space is a written set of questions which you give to a large number of people in order to collect information. هي مجموعة من الأسئلة المكتوبة التي تعطيها لعدد كبير من الناس بغرض جمع المعلومات. license رخصة، degree شهادة، permission إذن، questionnaire استبيان أو استطلاع. الإجابة الصحيحة هي دي questionnaire. 5. He was charged with possessing a fake passport. وجهت إليه تهمة أو لامتلاكه جواز سفر مزيف. The antonym of the adjective fake is space. مضاد الصفة fake هو forged مزيف، genuine أصلي أو حقيقي، false مزيف، duplicate مكرر أو مزدوج. الإجابة الصحيحة هي B genuine أصلي أو حقيقي. 6. We need to look for more innovative solutions based our environmental problems. نحن نحتاج للبحث عن المزيد من الحلول الإبداعية لمشاكلنا البيئية. In at for with. الإجابة الصحيحة هي C 4. 7. Use base keep medicines where children can get them. أنت have to must mustn't needn't. الإجابة الصحيحة هي C mustn't، يجب ألا تحفظ أو تضع الأدوية في مكان يصله الأطفال أو يستطيع الأطفال الوصول إليه. ليه اخترنا mustn't؟ لأن دي نصيحة قوية ولكنها منفية. 8. Was the film space funny as the last one؟ هل كان الفيلم much as more less؟ الإجابة الصحيحة هي B as. هل كان الفيلم مضحك مثل آخر واحد؟ ليه اخترنا as؟ لأن احنا بنعمل التساوي بas الصفة as، ولو في النفي بتبقى not as أو so الصفة as. 9. Do you like my new solar watch؟ هل تحب ساعتي الشمسية الجديدة؟ Here I space you how it works. تفضل أنا show will be showing I'm showing will show. الإجابة الصحيحة هي D will show، سأريك كيف تعمل. ليه اخترنا will show؟ لأن ده عرض، ومع العرض بنستخدم مستقبل بسيط اللي بيتكون من will زائد المصدر. 10. I space have taken the job if they had offered it to me earlier. أنا could shouldn't must couldn't. الإجابة الصحيحة هي A could، ربما كنت سآخذ الوظيفة إذا كانوا عرضوها علي في وقت أبكر. ليه اخترنا could؟ لأن دي إف الحالة الثالثة جا بعدها فعل الشر
had plus البي بي. جواب الشرط عندنا بيكون would أو could أو should. 11. I supposed to have left my book at home. أنا supposed am meant mean seem. الإجابة الصحيحة هي دي seem. يبدو أنني تركت كتبي في المنزل. 12. Space late. We will have to start without him. Where he to be? Should he be? Had he been? Unless he is. الإجابة الصحيحة هي B. Should he be? إذا تأخر سنضطر أن نبدأ من دونه. اخترنا should he be لأنها من ضمن الحالات التي تحل محل F هي should. وهنا اخترنا should he be لأن جواب الشرط will والمصدر في فعل الشرط يكون مضارع بسيط. 13. The space planet in the solar system is Jupiter. Large, larger, largest, most large. الإجابة الصحيحة هي C. Largest. أكبر كوكب في المجموعة الشمسية هو المشتري. ليه اخترنا صفة التفضيل؟ لأن هنا إن زائد اسم مفرد من العلامات الدالة على إن دي صيغة تفضيل. 14. I'm tired. I'd rather space out this evening if you don't mind. أنا متعب. أنا أفضل. Not going. Not to go. Don't go. Not go. الإجابة الصحيحة هي D. Not go. ألا أذهب للخارج أو ألا أخرج هذا المساء إذا لم تكن تمانع. 15. Of her three dresses, the second was the space. من فساتينها الثلاث. الثاني كان longest, longer, long, most long. الإجابة الصحيحة هي A. Longest. الثاني كان الأطول. ليه اخترنا صيغة تفضيل؟ لأن هنا فضل واحد على الاثنين التانيين من ثلاثة يعني. ففضل واحد على الباقي فبقت A تفضيل. Read the following passage, then answer the questions. The Asian elephant is another type of elephant found in the world. الفيل الآسيوي هو نوع آخر من الفيل الموجودة في العالم. Beside the African elephant. إلى جانب أو بجانب الفيل الأفريقي. They share some similarities. ويشتركون في بعض أوجه التشابه. Elephants are social creatures and live in herds. والفيلة مخلوقات اجتماعية وتعيش في قطعان. Asian elephants are normally found in countries like India, Indonesia, Malaysia, and Myanmar. وتوجد الأفيال الآسيوية عادة في دول مثل الهند وإندونيسيا وماليزيا وميانمار. An adult Asian elephant stands at 2 to 3 meters and weighs approximately 5,000 kilograms. ويبلغ طول الفيل الآسيوي البالغ مترين إلى 3 أمتار ويزن حوالي 5000 كيلوغرام. At birth, it stands at around 1 meter and weighs approximately 100 kilograms. وعند الولادة يبلغ طوله حوالي 1 متر ويزن حوالي 100 كيلوغرام. Like most humans, they give birth to a single baby at a time. But the fetus stays much longer in the mother's womb compared to the human baby. ومثل معظم البشر يلد أو تلد الفيلة طفلا واحد في كل مرة ولكن الجنين يبقى لفترة أطول في رحم الأم مقارنة بالطفل البشري. 23 months 23 شهر. An Asian elephant has a lifespan of about 60 years. ويبلغ عمر الفيل الآسيوي حوالي 60 عام. The diet of an Asian elephant is somewhat similar to that of an African elephant. والنظام الغذائي للفيل الآسيوي يشبه إلى حد ما النظام الغذائي للفيل الأفريقي. They feed mainly on vegetation, bark, fruits, and flowers. فهم يتغذون بشكل رئيسي على النباتات واللحاء والفواكه والزهور. Living in a herd means that the baby elephant has a large group of adults to look after it.
ومعنى أنهم يعيشون في قطيع يعني أن صغير الفيل لديه مجموعة كبير من البالغين للعناية به أو للاعتناء به besides its own mother بجانب أمه. An orphan elephant is often adopted by another female elephant. والفيل الذي يكون يتيم غالبا ما يتم تبنيه من قبل أنثى فيل أخرى. As the largest land animal in the world, an elephant requires about 150 kilograms of food and 75 to 95 liters of water a day. وباعتباره أكبر حيوان بري في العالم، يحتاج الفيل إلى حوالي 150 كيلوغرام من الطعام ومن 75 لـ95 لتر من المياه يومياً. The largest threats to the Asian elephant are poaching and habitat loss. أكبر تهديدات يتعرض لها الفيل الآسيوي هي الصيد الجائر وفقدان المساكن أو المسكن. Their tusks are worth a lot of money on the black market حيث تكلف أنيابهم الكثير من المال في السوق السوداء. So large tusked males are in constant danger of being poached. لذا فإن الذكور ذوي الأنياب الكبيرة معرضون دائما لخطر الصيد الجائر. Elephants are also captured alive for domestic use such as tourist attractions. ويتم أيضا اصطياد الفيلة حية للاستخدام الأليف مثل مناطق الجذب السياحي. Choose the correct answer from A, B, C or D. 16. There are space types of elephants in the world. يوجد الإجابة الصحيحة هي B, 2. نوعين من الفيلة في العالم. 17. The Asian elephant can be found in space. الفيل الآسيوي يمكن أن يوجد في. الإجابة الصحيحة هي A. إندونيسيا. 18. The synonym of the word poaching is space. مرادف كلمة poaching هو. الإجابة الصحيحة هي D. Stealing سرقة. 19. What happened to an orphan elephant? ما الذي يحدث للفيل اليتيم؟ الإجابة الصحيحة هي A. It's looked after by another female elephant. يتم الاعتناء به من قبل أنثى فيل أخرى. 20. How is the elephant similar to humans in terms of giving birth? كيف يشبه الفيل الإنسان أو البشر فيما يخص الولادة؟ الإجابة الصحيحة هي B. The elephant gives birth to one young at a time. الفيلة تلد واحد في المرة. 21. What are the similarities between the African and the Asian elephants? ما هي التشابهات بين الفيل الأفريقي والفيل الأسيوي؟ الإجابة الصحيحة هي D. They live in herds and have the same diet. هم يعيشون في قطعان ولهم نفس النظام الغذائي. 22. One of the reasons that elephants are captured is that space. واحد من الأسباب التي يتم أسر أو اصطياد الفيلة لها هو أنها. الإجابة الصحيحة هي C. They are used as tourist attractions. يتم استخدامهم كأشياء جاذبة للسياح. 23. At birth, the baby elephant weighs around space. عند الولادة يزن صغير الفيل حوالي. الإجابة الصحيحة هي D. 100,000 grams. 100,000 جرام. 24. Choose the correct Arabic translation. Many people don't have the knowledge or awareness of health care. So, it is the role of educated people to spread awareness about such health issues to face medical emergency. الإجابة الصحيحة هي A. كثير من الناس ليس لديهم المعرفة أو الوعي بالرعاية الصحية، لذا فإن دور المتعلمين هو نشر الوعي حول مثل هذه القضايا الصحية لمواجهة الطوارئ الطبية. الخطأ في B هو المعلمين، والخطأ في C هو العمليات الطبية، والخطأ في D هو تصميم. Choose the correct English translation. للرياضة أثر كبير في محاربة مشكلات المجتمع المختلفة مثل العنف والجريمة، كما يمكنها تعزيز المبادئ الأساسية لشخصية الأطفال
بجانب فوائدها الصحية الكبيرة لكل الناس. الترجمة الصحيحة هي دي: Sport has a great effect in fighting the various problems of society, such as violence and crime. It can also enhance the basic principles of a children's personality, in addition to its great health benefits for all people. الخطأ في A هو defect، والخطأ في B هو evade، والخطأ في C هو findings. Test 5 number 1. The doctor encouraged the child to increase the space of food that he eats. شجع الطبيب الطفل أن يزيد mixture مزيج combination خليط variety تنوع collocation تجميع. الإجابة الصحيحة هي C variety، أن يزيد تنوع الطعام الذي يأكله. 2. It's important to space a virus checker on your mobile or tablet. من المهم أن break يكسر install يغرس attach يربط install يثبت. الإجابة الصحيحة هي D install. من المهم أن تثبت فاحص الفيروسات على هاتفك أو التابلت الخاص بك. 3. If you change your space about the wall color, it's easy to just paint over it. إذا غيرت head رأس mind رأي أو مخ brain عقل matter أمر. الإجابة الصحيحة هي B mind. إذا غيرت رأيك بشأن لون الحائط من السهل أن ندهن فوقه. 4. The shoe factory has come under space for using child labor. مصنع الأحذية أصبح fire نار rocket صاروخ pocket جيب shot طلقة. الإجابة الصحيحة هي A fire. أصبح مصنع الأحذية تحت الانتقادات أو معرض للانتقادات لاستخدامه عمالة الأطفال. 5. Experts say that some pets space to any bad treatment with violent actions. يقول الخبراء أن بعض الحيوانات الأليفة return يعود react يتفاعل أو يقوم برد فعل retreat ينسحب lead يترافع أو يناشد. الإجابة الصحيحة هي B react يتفاعل أو يقوم برد فعل لأي تعامل أو معاملة سيئة بأفعال عنيفة. 6. With the news of the war, oil has increased in price. مع أخبار الحرب زادت أسعار النفط. The synonym of the verb increase is base. مرادف الفعل increase هو grow ينمو أو يتزايد decrease يقل develop يطور decline يتدهور. الإجابة الصحيحة هي A grow. 7. You spaced يا دكتور it isn't so serious. أنت had to didn't have to mustn't needn't. الإجابة الصحيحة هي D needn't. أنت ليس من الضروري أن ترى الطبيب أو تزور الطبيب، الأمر ليس خطيرا. 8. For some students, mathematics is the space subject they study. لبعض الطلاب الرياضيات هي difficult, more difficult, most difficult, much difficult. الإجابة الصحيحة هي C, most difficult. هي أصعب مادة يدرسونها. ليه؟ لأن احنا فضلنا الرياضيات على باقي المواد. 9. My elder brother taught me how space a bike. أخي الأكبر علمني كيف to ride riding to be riding ride. الإجابة الصحيحة هي A to ride كيف أركب دراجة. How تأخذ to المصدر. 10. Why hasn't the teacher come to school today؟ لما لم يأتي المعلم للمدرسة اليوم؟ She's based to BL. هي seems meant was seemed supposed. الإجابة الصحيحة هي D supposed. يفترض أن تكون مريضة. 11. At the same time tomorrow, we space through the streets of downtown. في مثل هذا الوقت غدا نحن will walk, are going to walk, will be walking, walk. الإجابة الصحيحة هي C will be walking. سنكون بنتمشى عبر أو في
الشوارع وسط المدينة. ليه اخترنا will be walking مستقبل مستمر؟ لأنه فعل سيكون مستمر في وقت معين في المستقبل. 12. If you have this house, a husband and three children to look after, you space tired like me. إذا كنت تمتلكي منزل وزوج وثلاثة أطفال لتعتني بهم، أنت looked would have looked will look would look. الإجابة الصحيحة هي D would look. ستكوني متعبة مثلي. ليه اخترنا would look؟ لأن فعل الشرط had وده ماضي بسيط، فجواب الشرط بيكون would والمصدر، وكمان الجملة بتعبر عن حاجة عكس المضارع. 13. Are you looking forward to space and holiday؟ هل تتطلعين to going that you go to go going؟ الإجابة الصحيحة هي A to going. هل تتطلعين لأجازة؟ forward يأتي بعدها to plus الverb plus ing. 14. I haven't seen her for space. I've forgotten what she looks like. أنا لم أرها so long. Such a long time. A long time. So long time. الإجابة الصحيحة هي C. A long time. أنا لم أرها منذ وقت طويل. أنا نسيت كيف تبدو. 15. Space a job? No, I don't. I'm a student. Did you have? Do you have? Have you had? Are you having? الإجابة الصحيحة هي B. Do you have? هل تمتلك وظيفة؟ لا، أنا طالب. Read the following passage, then answer the questions. Being an only child, there wasn't much that Sarah could do when she was alone. كونها طفلة وحيدة، لم يكن هناك الكثير مما يمكن أن تفعله سارة عندما كانت بمفردها. Reading her books made her life seem so much more interesting. قراءة كتبها جعلت حياتها تبدو أكثر إثارة. She read so much that she earned the nickname Bookworm. ولقد قرأت كثيرا لدرجة أنها حصلت على لقب دودة الكتب. Because of all the reading that she did, her grasp of the English language was so good that no one in her level could ever beat her at it. وبسبب كل القراءة التي قامت بها، كان فهمها للغة الإنجليزية جيد لدرجة أنه لم يتمكن أي شخص في مستواها التغلب عليها أو هزيمتها. Her teachers were also proud of her. وكان كل معلموها فخورين بها. They especially enjoyed her compositions as she had a very good imagination and could write very well. واستمتعوا بشكل خاص بموضوعات تعبيرها لأنها كانت تتمتع بخيال جيد للغاية ويمكنها الكتابة بشكل جيد جدا. One day a surprise waited for Sarah in school. وفي يوم ما كانت مفاجأة تنتظر سارة في المدرسة. Her teacher had shown some of her compositions to a friend of hers who was a book publisher. عرضت معلمتها بعض موضوعات تعبيراتها على صديقة لها كانت ناشرة للكتب. The publisher was so impressed with Sarah's writing that he offered Sarah the chance to write her own novel. وأعجب الناشر بكتابة سارة لدرجة أنه عرض عليها فرصة كتابة روايتها الخاصة. Sarah wasn't so sure at first whether she had the talent to write a novel. ولم تكن سارة متأكدة في البداية مما إذا كانت تمتلك الموهبة اللازمة لكتابة رواية. But with her teacher's encouragement, she agreed. ولكن مع تشجيع معلمتها وافقت. A few months later, Sarah's book was published and got on sale. وبعد بضعة أشهر أو بعد أشهر قليلة تم نشر كتاب سارة وعرضه للبيع. They sold like hot cakes. وبيعوا بسرعة. Everyone was proud of her and Sarah discovered that this was what she wanted to be. وكانوا جميعا فخورين بها. اكتشفت سارة أن هذا هو ما أرادت أن تكونه.
Sara received a pat on the back from friends, family, and co-workers. وتلقت سارة دفعة أو تشجيع من الأصدقاء والعائلة وزملاء العمل. She continued to develop her style of writing and her own personal sense of pride and accomplishment. وواصلت تطوير أسلوبها في الكتابة وشعورها الشخصي بالفخر والإنجاز. Choose the correct answer from A, B, C, or D. 16. What did Sarah do to make her life more interesting? ماذا كانت تفعل سارة لجعل حياتها أكثر تشويقا؟ الإجابة الصحيحة هي B. She read books. كانت تقرأ الكتب. 17. Sarah was called bookworm because space. كانت سارة تدعى دودة الكتب لأنها. الإجابة الصحيحة هي D. She loved to read. أحبت أن تقرأ. 18. How many brothers and sisters does Sarah have? كم عدد الإخوة والأخوات التي كانت تمتلكهم سارة؟ الإجابة الصحيحة هي D. None. لا، ما كانتش تملك. 19. The phrase sold like hot cakes means space. العبارة sold like hot cakes تعني. الإجابة الصحيحة هي A. The books were selling very well. كانت تباع الكتب بشكل جيد جدا. 20. The publisher wanted to publish Sarah's work because space. أراد الناشر أن ينشر عمل سارة لأن. الإجابة الصحيحة هي C. The publisher felt that Sarah had the talent to write a novel. شعر بأن سارة لديها الموهبة لتكتب رواية. 21. Sarah was reluctant to write the novel at first because space. سارة كانت مترددة في البداية لأن تكتب رواية لأن. الإجابة الصحيحة هي A. She wasn't confident she could do it. لم تكن واثقة من أنها يمكنها فعلها. 22. The underlined pronoun her refers to space. الضمير الذي تحت خط her يشير إلى. الإجابة الصحيحة هي A. سارة. 23. The synonym of the underlined word embarrassed is space. مرادف الكلمة التي تحتها خط embarrassed هو. الإجابة الصحيحة هي A. Fascinated. منبهرة. Choose the correct Arabic translation. Everyone in society has the right to have their own opinions and beliefs. In civilized societies, there is no problem to be different from the others, but it's a must to respect each other. الترجمة الصحيحة هي A. في كل فرد في المجتمع الحق في أن يكون له آراءه ومعتقداته، وفي المجتمعات المتحضرة لا توجد مشكلة في أن تكون مختلفا عن الآخرين، ولكن من الضروري احترام بعضنا البعض. الخطأ في B هو الواجب، والخطأ في C هو توجد، والخطأ في D هو الجائز. Choose the correct English translation. علاوة على المناظر الطبيعية الخلابة والطقس المعتدل، تمتلك مصر العديد من الأعمال الهندسية المذهلة القديمة والحديثة، لذلك تجذب الزائرين والسائحين من جميع أنحاء العالم. ترجمة صحيحة هي C. In addition to the fabulous landscape and the mild weather, Egypt has many amazing ancient and modern engineering works, so it attracts visitors and tourists from all over the world. الخطأ في A هو jobs، والخطأ في B هو attaches، والخطأ في D هو so that. Test 6 number 1. Doctors say that the small blood vessels in the nose stays easy, so some fighting sports players wear a face mask. يقول الأطباء أن الأوعية الدموية في الأنف breed جيل أو فصيلة heal شفاء أو علاج treat يعامل أو يعالج bleed ينزف. الإجابة الصحيحة هي D. bleed تنزف بسهولة. لذا معظم لاعبين الرياضات القتالية يرتدون أقنعة الوجه. 2. It was real fun to space together with his old school friends. لقد كان ممتع حقا أن. get يصبح make يصنع go يذهب intend ينوي. الإجابة الصحيحة هي A. get أن يتقابل مع أصدقاء مدرسته القدامى. 3.
This is a clear state that smoking causes heart diseases. هذا لو قانون كيس حالة experience خبرة evidence دليل. الإجابة الصحيحة هي دي evidence. هذا دليل واضح أن التدخين يسبب أمراض القلب. 4. The two villages are similar in size but very different in space. القريتان متشابهين في الحجم ولكنهم مختلفين في feeling مشاعر character شخصية letter خطاب assumption افتراض. الإجابة الصحيحة هي B character لكنهم مختلفين في الشخصية أو السمات. 5. The staff were invited to give their opinions about the way the work should be done. تم دعوة هيئة العاملين ليقولوا آراءهم في الطريقة التي يجب أن يتم بها العمل. 4. About at in. الإجابة الصحيحة هي B. About. 6. The essay contains a number of factual errors about the scientific study. يتضمن المقال عدد من الأخطاء الحقيقية أو الواقعية بشأن البحث العلمي. The synonym of the word factual is space. مضاد كلمة factual هو genuine أصلي real حقيقي false مزيف detective محقق. الإجابة الصحيحة هي C false. 7. There were lots of buses so space drive to the airport. كان هناك الكثير من الحافلات لذا نحن didn't have to needn't must had to. الإجابة الصحيحة هي A didn't have to. لم نضطر أن نقود إلى المطار. ليه اخترنا didn't have to؟ أولا إحنا لازم نختار الاختيار بتاعنا ماضي عشان عندنا where، فيكون قدامنا إيه؟ يا إما didn't have to يا إما had to. بالمعنى بقى هناك الكثير من الحافلات، يبقى إحنا اضطرينا أو كان يجب علينا أن نقود إلى المطار ولا لم يجب أو لم يكن علينا؟ لا لم يكن علينا. إيه؟ The Lord of the Rings was the space film I have ever seen. The Lord of the Rings كان much exciting, most exciting, exciting, more exciting. الإجابة الصحيحة هي B most exciting. كان أكثر فيلم مشوق رأيته على الإطلاق. ليه اخترنا most يعني صيغة تفضيل؟ لأن عندنا كلمة ever. 9. The plane from Saudi Arabia Space Cairo Airport at 4:30. الطائرة من السعودية will have reached is reaching is going to reach reaches. الإجابة الصحيحة هي D reaches. ستصل مطار القاهرة في 4:30. ليه اخترنا مضارع بسيط؟ لأن ده جدول مواعيد. 10. Nobody knows where the jewels have gone. لا أحد يعرف أين ذهبت المجوهرات. These bases have been stolen. Should, must, could, can't. الإجابة الصحيحة هي C. Could. ربما يكونوا سرقوا. ليه اخترنا could؟ لأن could have. والتصريف الثالث بتعبر عن احتمال حدوث شيء في الماضي، ولكنها هنا بنيت للمجهول لأن jewels مفعول. 11. He is a liar. هو كاذب. Which is bait that we will never believe him. والذي seem means suppose mean. الإجابة الصحيحة هي B means. والذي يعني أننا لن نصدقه أبدا. 12. Bait they seen us. We would have been in trouble. Should, if, had, where. الإجابة الصحيحة هي C had. ليه اخترنا had؟ لأن دي حالة ثالثة. عندنا فعل الشرط would have والتصريف الثالث، فجواب الشرط بيكون had. 13. When Marwa came to Britain, she had to get used to space on the left. عندما أتت مروة لبريطانيا كان عليها أن for driving to driving to driving driving. الإجابة الصحيحة هي C to driving. كان عليها أن تعتاد على القيادة على اليسار. ليه اخترنا to driving رغم ان احنا عندنا used يأتي بعضها to المصدر؟ لان احنا لقينا قبل used get، وقلنا لو لقينا قبلها verb to be get become grow
اختار بعدها to plus verb plus ing. 14. We don't have a space on holiday right now. نحن enough money to go. Money enough to go. Enough money for go. Money enough for going. الإجابة الصحيحة هي A. Enough money to go. لا نمتلك المال الكافي للذهاب في أجازة الآن. 15. Our friend is getting married. تزوج صديقنا. I think you should go to the wedding. أعتقد أنك should. Have to. Needn't may. الإجابة الصحيحة هي A. Should. أعتقد أنك يجب أن تذهب إلى حفل الزفاف. دي نصيحة. Read the following passage, then answer the questions. Chocolate that we eat starts with cacao trees. الشوكولاتة التي نتناولها تبدأ من أشجار الكاكاو. Also called cacao trees, وتسمى أيضا أشجار الكاكاو. Cacao trees grow in a warm climate like Central and South America, Africa, or parts of Asia. وتنمو أشجار الكاكاو في مناخ دافئ مثل أمريكا الوسطى والجنوبية وأفريقيا أو أجزاء من آسيا. This tree produces a seed pod and cacao beans are the seeds inside the pod. وهذه الأشجار تنتج جرابا للبذور وحبوب الكاكاو هي البذور الموجودة داخل القرن زي ما احنا بنقول كده قرن الفئران. Cacao beans eventually become chocolate. وتصبح حبوب الكاكاو في النهاية شوكولاتة. At the chocolate factory, the beans are cleaned and then they are roasted for up to 2 hours in large rotating drums. في مصنع الشوكولاتة يتم تنظيف الحبوب ومن ثم يتم تحميصها لمدة تصل إلى ساعتين في براميل دوارة كبيرة. The cacao beans tumble in these drums like clothes in a clothes dryer. وتتساقط حبوب الكاكاو في هذه البراميل مثل الملابس في مجفف الملابس. As they dry, the beans turn to a rich brown color. وعندما تجف تتحول الحبوب إلى اللون البني الغامق. After roasting, the shell of the cacao bean is removed and the inside of the cacao beans are then ground by heavy steel plates. بعد التحميص تتم إزالة قشرة حبوب الكاكاو ثم يتم طحن الجزء الداخلي من حبوب الكاكاو بواسطة ألواح فولاذية ثقيلة. This grinding process forms a chocolate liquid. وتشكل عملية الطحن هذه سائلا من الشوكولاتة أو شوكولاتة سائلة. When the chocolate liquid is molded and cooled, the product is called unsweetened or bitter chocolate. وعندما يتم تشكيل سائل الشوكولاتة وتبريده يسمى المنتج شوكولاتة غير محلاة أو مرة. Sometimes the chocolate liquid is made into dry cacao powder. وفي بعض الأحيان أو أحيانا يتم تحويل سائل الشوكولاتة إلى مسحوق الكاكاو الجاف. When cacao is made, oil from the cacao bean is pressed out and is known as cacao butter. وعندما يتم صنع الكاكاو يتم عصر الزيت من حبوب الكاكاو ويعرف بزبدة الكاكاو. Add sugar, cacao butter and vanilla flavoring to unsweetened chocolate and you have a chocolate candy. قم بإضافة السكر وزبدة الكاكاو ونكهة الفانيليا إلى الشوكولاتة غير المحلاة وستحصل على حلوى الشوكولاتة. If you also add milk, the product is milk chocolate. وإذا أضفت الحليب ستكون شوكولاتة بالحليب. Next, the milk chocolate mixture goes through heating and cooling cycles before being molded. وبعد ذلك يمر خليط شوكولاتة الحليب بدورات التسخين والتبريد قبل تشكيله. Finally, it's molded into milk chocolate candy bars or it's made into 10-pound blocks of chocolate that are sold to other candy bar manufacturers.
وأخيرا يتم تشكيلها في قوالب حلوى شوكولاتة الحليب، أو يتم تحويلها إلى كتل من الشوكولاتة تزن 10 أرطال يتم بيعها لمصنعي ألواح الحلوى الآخرين. Choose the correct answer from A, B, C, or D. 16. Where do cacao trees grow? أين تنمو أشجار الكاكاو؟ الإجابة الصحيحة هي B. In Central and South America, Africa, and Asia. في أمريكا الوسطى والشمالية، أفريقيا وآسيا. 17. What does chocolate come from? من أين تأتي أو من ماذا تأتي الشوكولاتة؟ الإجابة الصحيحة هي D. Cacao beans، من حبوب الكاكاو. 18. How are these beans dried؟ كيف يتم تجفيف هذه الحبوب؟ الإجابة الصحيحة هي B. By roasting in a dryer، من خلال تحميصها في مجفف. 19. The synonym of the word bitter is space. مرادف كلمة bitter هو الإجابة الصحيحة هي A. Unpleasant، غير سار. 20. What is unsweetened chocolate؟ ما هي الشوكولاتة الغير محلاة؟ الإجابة الصحيحة هي C. It's another name for bitter chocolate، هو اسم آخر للشوكولاتة المرة. 21. American chocolate candy bar needs to contain space. حلوى الشوكولاتة بالحليب تحتاج أن تحتوي على، الإجابة الصحيحة هي D. Sugar, vanilla, cacao butter and milk، السكر والفانيليا وزبدة الكاكاو واللبن. 22. How is the chocolate that candy bar makers buy sold to them؟ كيف تباع الشوكولاتة التي يشتريها صانع الحلوى؟ الإجابة الصحيحة هي A. As processed milk chocolate، شوكولاتة باللبن معالجة. 23. The underlined pronoun it refers to، الضمير الذي تحت خط it يشير إلى، الإجابة الصحيحة هي C. The milk chocolate mixture، خليط الشوكولاتة باللبن. 24. Choose the correct Arabic translation. In the past, trade was on a small scale. Today, trade has greatly developed and increased. Goods are now transported quickly and safely, so the prices of goods affected by crises of faraway countries. الترجمة الصحيحة هي B. في الماضي كانت التجارة على نطاق ضيق، واليوم تطورت التجارة وازدادت بشكل كبير، حيث يتم الآن نقل البضائع بسرعة وأمان، وبالتالي تتأثر أسعار السلع بأزمات دول بعيدة. الخطأ في A هو واسع، والخطأ في C هو لا تتأثر، والخطأ في D هو واسع. Choose the correct English translation. تضرب مصر مثالا كبيرا للتسامح بين الأديان من خلال التعايش بين المسلمين والمسيحيين الذي يرجع لمئات السنين، والذي حماها من الفتنة الطائفية على مر العصور. الترجمة الصحيحة هي دي. Egypt sets a great example of tolerance of religions through coexistence between Muslims and Christians, which date back to hundreds of years and protected it from sectarian strife throughout the ages. الخطأ في A هو intolerance، والخطأ في B هو conflict، والخطأ في C هو security. بكده نكون خلصنا مع بعض حل test 4, 5 and 6. أتمنى تكونوا فهمتوا وصلتوا كويس. لا تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد. مكملين معاكم إن شاء الله المراجعة بتاعتنا من كتابي الجيم والمعاصر. لو حد فايته أي امتحانات تقدروا تشوفوها على القناة. لو حد عنده أي سؤال ما تترددوش إنكم تسألوني في الكومنتس، إن شاء الله نرد عليكم. ربنا ينفعكم.